الرحمن الرحيم. نشكر وسائل الإعلام الجزائرية على هذه الهبة التضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي المشروع في الحرية والاستقلال، يعني عنها هذه الهبة اللي ما هو شيء جديد على الشعب الجزائري، منين يعني عنها تمتس حقوق الشعوب المضطهدة، حقوق الشعوب المستعمرة، على خلفية بيان الحكومة الفرنسية اللي مرق يامس اللي يقول عن مبادرة الحكم الذاتي هي الأمثل لحل قضية الشعب الصحراوي. ونحن كصحراويين وكشباب مؤمنين بعدالة قضيتنا، ولكن مولي متشبثين بمبادئ وأسس الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء وادي الذهب، نندد بهذا البيان ونستنكره، ولكن هذا البيان ما هو ليزيدنا إلا عزيمة وإصرار من أجل الحرية والاستقلال ومواصلة الكفاح، لأن فرنسا خلفيتها استعمارية، يعني عنه اعتراف استعمار قديم لاستعمار حديث اللي هو المملكة المغربية، وهم في الحقيقة وجهان لعملة واحدة اللي هي عملة التوسع، عملة يعني عنها الاستعمار، عملة اضطهاد الشعوب وأكل خيراتها. مرة ثانية نأكد على وقوفنا ضد هذا، ولكن مولي اصبرنا ومواصلتنا حتى تحرير كامل تراب الشعب الصحراوي وكل الوطن او شهاده. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.